تعزيز علاقات التعاون والجوار وتقييم مدى تطبيق مبادئ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المالية في صلب زيارة وزيرة الشؤون الخارجية المالية للجزائر. منجم الملح بالوادي من أكبر المناجم في إفريقيا، ثروة طبيعية بحاجة إلى الدعم وتفعيل مجال الاستثمار فيه. في عالم اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلوح باتخاذ قرارات قوية على خلفية أعمال العنف والشغب التي تخللت احتجاجات السترة الصفراء. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الإيرلندي مايكل هيغينز في مناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مؤكدا له حرصه على تدعيم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. في التعاون الجزائري المالي، استقبل اليوم الوزير الأول نوردين بدوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي كاميسا كامارا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار لقاءات التشاور المستمرة بين البلدين تعزيزا لعلاقات التعاون وحسن الجوار. اللقاء جرى بحضور نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة. هذا وأجرى اليوم نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية كاميسا كامارا قبل أن تتوسع وتشمل وفدي البلدين. المحادثات التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كانت فرصة لتقييم مدى تطبيق مبادئ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المالية المنبثق عن مسار الجزائر، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire ensemble entre l'Algérie et le Mali. C'est un grand destin partagé. C'est un voisinage qui s'est étendu sur des siècles avec des brassages de populations. Nous avons une grande commission mixte co-présidée par les deux premiers ministres. Nous avons un comité frontalier co-présidé par les deux ministres de l'Intérieur des deux pays. Et nous avons également un comité stratégique bilatéral qui constitue un petit peu la tour de contrôle de ces relations avec une vision aussi large et aussi lointaine que possible pour des perspectives, non pas seulement de coopération, mais aussi de contribution à une véritable intégration sous-régionale qui préfigure l'intégration de notre continent sur laquelle l'Afrique unanime attend des résultats et attend des évolutions aussi exemplaires que possible. L'Algérie et le Mali ont la possibilité de faire preuve d'exemplarité. Nous avons eu une très bonne séance de travail ce matin, pendant laquelle nous avons discuté des relations bilatérales entre le Mali et l'Algérie, de tous les efforts que l'Algérie a donné, a fourni au Mali pour la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, mais également sur tous les efforts que l'Algérie est en train de fournir pour aider le Mali à parachever la mise en œuvre de cet accord pour la paix. Nous avons également discuté de tous les aspects de collaboration et de coopération entre nos deux pays frères. شرع الوزير الأول نوردين بدوي ونائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأشار المصدر الذي أصدر الخبر أن الحكومة ستضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري. كما أن المشاورات بحسب المصدر ستتوسع إلى ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك، بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع. يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.
الزيارة التي تدوم 4 أيام يشرف خلالها السيد الفريق على تنفيذ تمرين بياني يهدف إلى مراقبة المرحلة الأولى من التحضير القتالي، ويتفقد بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثالثة. ضمن الاستراتيجية الوطنية لترقية المناطق الحدودية، تعرف البلديات والنائية والقرى بولاية طمنراس حركية تنموية رصدت لها أغلفة مالية هامة في مختلف القطاعات. التفاصيل مع فاطمة الزهراء بن فرجلة. منشآت قاعدية هامة استفادت منها دائرة سيلت بتمنغست بما فيها هذه الثانوية، كما تدعم قطاع السكن بوحدات سكنية من صيغة العمومية الإيجارية، في حين طال الإهمال بعض السكنات المنجزة بأبالسة والتي ما تزال تنتظر التهيئة الحضرية. نحن دروك العيلة راهم يعانوا المشاكل اللي جونا هاك وهاك، لازمها داخلية تكون هنا، داخلية للثانوية وداخلية للمتوسطة. كاينين هي هم لهم هي من أبلسة ينتظروا إلى حد الآن. البلان انشغال للسيد مدير سكن ترقية ترقى. وشو الانشغال؟ قال يسلموا مقاول معه الممثل نتاع صندوق يرمم هذا الشيء اللي كسر كامل، ما يستلم المفتاح حتى تكون السكنة كامل جاهزة. قرية إجلن النائية هي الأخرى تبقى تتطلع إلى البرامج التنموية، ورغم تأخر إنجاز هذه المساكن الاجتماعية ها هي تستفيد أيضا اليوم من توسعة لقاعة العلاج. السبيطار اليوم تكلمنا عليها راهي تعدلت، خاصنا البلاصة نتاع الزيادة اللي تكون المرأة اللي زيد هنا ماش ندوها لتامغصد. احنا طالبين لاصارج فام وتعود عندها السكنة هنا والأمبيلونس ويزيدنا الممرض، يزودنا على الأقل ممرضة ولا زوز. وعليه يبقى تسخير الأغلفة المالية الهامة لترقية الولايات الحدودية عامل أساسي لدعم المشاريع، أما المتابعة واحترام أجال الإنجاز ضرورية لضمان أفضل الظروف المعيشية للمواطن. دائما في الجنوب وبولاية الوادي تزخر بلدية الحمراية بأكبر منجم للملح الطبيعي بالجزائر عبر شطوطها، ثروة تستحق الدعم وكذا تفعيل مجال الاستثمار فيها باعتبارها شعبة يمكنها جلب العملة الصعبة. يقول سهيل بن دنيا. تمتد مناجم الملح ببلدية الحمراية بالوادي على مسافة 80 كيلومترا، ويستغلها 13 مستثمرا لاستخراج الملح الصناعي وكذا الملح الغذائي. جينا من شط ومن واد جدي ومن واد سيدي زرزور واد العرب واد المحانة واد الحقف، كل هبطنا من ثم الماء ونخرج، ودارين هنا بسنات دارين طابل نخرجوا منهم ونجيبوا هنا، انا نديروا هنا حدا لافاج ونغسلوه. يمر الملح الطبيعي بمراحل بسيطة خلال الإنتاج، وتختلف عملية التوظيف من وحدة إلى أخرى حسب نوعية المنتوج. ننتجوا درك رانا في حوالي 25 يعني 2.5 طن في الساعة، ورايحين باش نزيدوا ركبوا يونيتي جديدة تنتج تقريبا حوالي 70 طن في الساعة. يسوق ملح الحمراية بعديد الولايات، ويطمح الناشطون في مجال تصنيعه إلى تسهيلات أكثر لتصدير فائض المنتوج. الملح الصناعي بعد ما نقوم بعملية استخراج وعملية تصفية وغسل وتسويق نبيعه بسعر يعني تقريبا نصف سعر النظري اللي راي تطبق فيه الدولة. الدولة راي مطبقة علينا سعر 3000 دينار للطن، وإحنا رانا نبيعه ب 1750 1500 للطن. لازم اقتحام الأسواق الخارجية، يعني الدولة لازم ترافق المستثمرين في هذا المجال، لأن حاليا السوق الوطنية راهي متشبعة، وربما الشيء هذا أثر علينا. يعني اليوم راهو الأسعار اللي راهي يتسوق بها الملح الصناعي حاليا راهي أرخص من وأقل من تقريبا من سنة 2005. يعد منجم الملح بالحمراية من أكبر المناجم بإفريقيا، يحتاج إلى اهتمام لتوسيع الاستثمار واستغلال ثروة الملح والتي يمكن تصديرها إلى عديد البلدان. وفي مجال الاستثمار الصناعي، تعد وحدة ليتموند لصناعة الأفرشة أحد فروع المجمع الوطني للصناعات المحلية التي تزود مختلف المؤسسات بمستلزماتها من الأفرشة والأثاث. إنتاج المؤسسة حاليا يصل إلى أزيد من 200 ألف وحدة سنويا. راديا تشاتشي والتفاصيل.
وحدة الإتمود لصناعة الأسرة المعدنية والأفرشة أحد فروع مؤسسة ديفاندوس للتأثيث والنجارة، استطاعت أن تثبت نفسها في السوق المحلية بفضل منتجاتها ذات الجودة العالية والنوعية الجيدة. عبد الرحيم أحد الشباب الذين تكونوا في المؤسسة، تعلم التفصيل والخياطة وهو يداوم منذ 4 سنوات. جيت لأنا كنت استاجر، عقبت 16 تاعي عام ومن بعد وليت خدام ألمان. خلوني الله تولي ما طلع، والحمد لله السنية وليت كونطرا وجيت لهنا مع ليسونسيا بداو يعلموا فيا. عدد العمال 160 عامل كلهم شباب. الوحدة تتركب من ورشة التفصيل والخياطة، ورشة صنع النوابض، وورشة غلق كل أنواع الأفريشة والبطانيات. إنتاج الوحدة يصل إلى 200,000 قطعة فراش و 100,000 سرير معدني سنويا، تمون مختلف المؤسسات الوطنية من بينها الإقامات الجامعية. لقد زودنا الإقامات الجامعية مؤخرا ب 100,000 طقم يضم الأفريشة والأثاث، سواء على مستوى الغرف أو المطاعم والمكتبات. أما الأثاث المدرسي فبوسعنا تزويد الأقسام بأزيادة من 250,000 طقم سنويا. مجمع الصناعات المحلية ديفاندوس مهيكل عبر 14 شركة فرعية تضم 119 وحدة عبر التراب الوطني. يتحصل المجمع على تقريب 50 مليار دينار من رقم أعمال ويشغل 15,000 عامل. رهان المؤسسة اليوم هو التوجه نحو تزويد المواطن والمؤسسة على حد سواء بباقات أثاث ذات معايير ومقاييس معمول بها دوليا تتناسب وطلبات الزبائن. رياضة الآن، إذ وصلت قافلة رالي تورك الجزائر الدولي في طبعتها الأولى التي عرفت مشاركة دول أوروبية ومتسابقين من الجزائر، وصلت إلى مدينة بشار. دنيا حجاب تابعت القافلة وعادت بهذا التقرير. وصول الفرق المشاركة إلى مدينة تغيت بمختلف معداتهم وسياراتهم وشاحناتهم ودراجاتهم النارية للمشاركة في الطبعة الأولى لرالي توارق الجزائر. عندنا في الوقت الحالي 25 دولة يعني هي مشاركة في هذا السباق، وتكون سباق إن شاء الله يكون حوالي نحن وترافيرسي 1500 كيلومتر في المدة هذه بكل، هي مدة 7 أيام. وقبل خوض غمار المنافسة يجب إجراء مراقبة تقنية لكل المعدات الميكانيكية المشاركة في هذا الرالي. نحن في مرحلة المراقبة التقنية لمختلف المركبات في هذه الطبعة الأولى لرالي تورك الجزائر، وكل هذا من أجل سلامة المتسابق. لأول مرة أزور فيها الجزائر، وأنا جد متأكدة أنني سأستمتع بجمال تغيت الساحرة وكثبانها الرملية. إذن الكل جاهز، فغمار المنافسة مفتوح بعد كل هذه الإجراءات على مضامير مختلفة عبر مسالك ترابية والكثبان الرملية في أجمل صور لرالي السيارات الميكانيكية. نبقى في الرياضة، حيث عقد اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية بالمركز التقني سيدي موسى، تطرق خلالها إلى خيارات وقائمة اللاعبين المدعوين لتربص المنتخب تحسبا للمواجهتين المرتقبتين أمام كل من المنتخب الغامبي لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2019 المقررة بمصر، وكذا المواجهة الودية ضد المنتخب التونسي. بالماضي أكد أهمية المواجهتين للوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية لهذه المواعيد. Moi ce que j'aime bien dans cette confrontation contre la Gambie c'est que c'est une confrontation, il y a une équipe gambienne qui va arriver ici avec la possibilité de participer à cette CAN. Donc ils vont arriver avec un maximum de motivation avec tous leurs joueurs entre guillemets professionnels ou ceux qui jouent dans les championnats autres que celui de la Gambie, donc ils jouent la plupart, il y en a beaucoup qui jouent en Europe, en Italie notamment. Donc ils vont arriver avec la meilleure équipe possible et avec dans les dispositions mentales les plus élevées ou avec le plus d'envie de gagner ce match-là, tout en sachant que nous, on n'a pas besoin nécessairement de gagner ce match-là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vont penser.
Donc pour moi, l'équipe que je vais aligner contre la Gambie, j'ai envie de tirer des enseignements de ce match-là. Si l'équipe qui est arrivée était une équipe déjà éliminée, on est quasi certain qu'ils seraient venus avec une équipe bis. Et s'ils étaient venus avec une équipe bis, voilà, le jugement que j'aurais eu des joueurs qui vont jouer contre la Gambie serait peut-être biaisé, serait peut-être pas le meilleur jugement possible. Donc ce match a tout, ils ont tout l'espoir de se qualifier pour cette CAN. Ils vont venir pour jouer à fond. في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم أمس إثر عمليات متفرقة بتمنرس 11 منقبا عن الذهب ومهربين اثنين، وحجزت جهاز كشف عن المعادن ومولدا كهربائيا ومطرقتي ضغط ومركبتين رباعيتي الدفع، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتيار تاجري مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بأكثر من 17 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبط حرس السواحل أكثر من 32 كيلوغراما من المادة نفسها بالغزوات. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تيارة وعين قزام 18 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة، فيما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لثلاثة أشخاص بولاية وهران. دوليا وإلى فرنسا، حيث توعد الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ قرارات قوية ردا على احتجاجات السترات الصفراء التي تخللتها أمس أعمال عنف. جادة الشونزيليزي استحالت ساحة تخريب ميزها مشهد النيران والفوضى التي مست المحلات التجارية، فيما اعتقلت الشرطة 192 شخصا من المتظاهرين. تفاصيل مع فهد يحيى. فرنسا اشتعلت بنيران أصحاب السترات الصفراء، نيران أشعلوها تعبيرا عن رفضهم القاطع للسياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السترات الصفراء أقامت مظاهرات واسعة سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف ونهب وسطو، مست محلات تجارية وبنكا تعرض لأضرار مادية جسيمة. وفي المقابل استخدمت الشرطة وسائل لم ترق للمحتجين، معتقلة أزيد من 230 شخصا. هذا الوضع الذي عاشته فرنسا أثار موجة غضب في صفوف الشعب الفرنسي. هذا مخجل جدا، تلك الأعمال من المفترض أن لا ترتكب في هذا الزمن، هذا ليس متحضرا. في الماضي كنا ندافع عن حقوقنا، لكن ليس بهذه الطريقة، والأولوية للحوار. أنا خجول كوني فرنسي عندما أرى هذه الأعمال التخريبية. يجب أن نمنع مثل هذه المظاهرات أو تستخدم الشرطة وسائل للعثور على المخربين وإلقاء القبض عليهم. أعتقد أن الجهاز الأمني الذي تشرف عليه الحكومة ليس في المستوى، وعندما ترى كل هذا فإن ذلك يرسم صورة سوداء عن فرنسا. تلك الانزلاقات لم تدع الرئيس الفرنسي لا مباليا، فقد لوح باتخاذ قرارات قوية في أسرع وقت ممكن لمنع تعريض حياة المواطنين لخطر القتل أو لانتهاكات أخرى. وفي نيوزيلاند، ذكرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرنان أن مكتبها تلقى يوم الجمعة بيانا من المسلح الذي قتل 50 مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل 9 دقائق من حصول الاعتداء. وأشارت إلى أن البيان لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة، بينما تعهدت بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة هذا الاعتداء الإرهابي. ولقي هذا الاعتداء الإرهابي تنديدا دوليا واسعا من مختلف العواصم العالمية والبلدان الإسلامية والمنظمات والمرجعيات الدينية المختلفة. عودة إلى الوطن، حيث لا تزال عاصمة التصيلي جانات تستقطب أعدادا معتبرة من السياح ومن مختلف دول العالم خلال هذه الفترة من العام، بحثا عن الراحة والاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تتميز بها منطقة تاسيلي ناجر والمصنفة كأكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق في العالم. التفاصيل مع إبراهيم بالخير. استقطبت عاصمة التصيل جانيت منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوي أزيد من 10,000 سائح بين محلي وأجنبي من مختلف دول العالم، بحثا عن المغامرة الراحة والاستجمام خلال هذه الفترة من السنة. بخومي فواياج اللي قلت نديرو نرجع زين نشوف ماليا بيان سور،
وجبت ولادي معايا باش يعرفوا بلي واش كاين في الصحراء، باش يعرفوا ثاني بلي بلادهم الجزائر سي 7000 ديستوار، 7000 سنه تاع التاريخ. وكي وصلنا هنايا ما كاش حاجه شفناها شابه قد جانت، كل روعه كبيره، كي جبالها كي رملها كي شفنا لي كانيون. سي اون فيل تعجبنا مليح مليح. نكوني البين لالجيري غنشكيت اون لام بوكو. مواقع أثرية ومناظر طبيعية تشكل أمامنا لوحة فنية تترجم تاريخا عريقا لمنطقة التاصل لنجر، تدعو السائح لزيارته واكتشافه عن قرب. وتفاجأت بالمناطق السياحية الموجودة في هذا الجزائر العزيزة، وخاصة في منطقة جانت بالضبط. يعني والله انبهرت يعني بالجبال. سي فريمون اون ريجون سوربرونونت تري بيل. Où nous avons vu des canyons vraiment très très variés. شافوا طبعا في تدران شافوا لي بيزاج تما اللي ما كانش بلاصه ثانيه، وشافوا لي بانتير بيستر والاي لا غرافير. غدوه ان شاء الله نزيدوا نكملوا الاهرير يشوفوا حاجه جديده ونخليها للمفاجاه. هكذا هي التاصل لنجر، اكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق، بها من المناظر ما يدعو للوقوف والتامل في صنع الخالق. لا سيما غروب الشمس المعروف. بهذا ناتي الى ختام نشرتي الخامسه، وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها من عناوين. تعزيز علاقات التعاون والجوار وتقييم مدى تطبيق مبادئ ميثاق السلم والمصالحه الوطنيه الماليه في صلب زياره وزيره الشؤون الخارجيه الماليه للجزائر. منجم الملح بالوادي من أكبر المناجم في إفريقيا، ثروة طبيعية بحاجة إلى الدعم وتفعيل مجال الاستثمار فيه. في عالم اليوم، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يلوح باتخاذ قرارات قوية على خلفية أعمال العنف والشغب التي تخللت احتجاجات السترات الصفراء. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية دائما في الخدمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.